من اول ما عملت انا هندسه زراعيه يسالوني الناس انه اف مهندسه زراعيه ولا بنت شو بدك تشتغلي، بدك تفلحي، بدك يعني هيدا شيء. وبعدين لما صرت بالمحميه انه شو بتعملوا انتم بالمحميه، انه شو شغلتكم؟ يعني شغلتنا منا مهنه، يا بتحبها وبتنجح فيها يا ما بتقدر تكون، لانه لا عندك يعني منك قاعد ورا مكتب بجي انا 8 4 بفل وبسكر تليفوني وخلص، لا هيدي هي منا هو، او انه اوكي عندي هالرابور بدي اعمله او هالشغله. هي هيدي من عن جد انا لو ما بحب وعندي شغف بالمحميه وبالشغل اللي عم بعمله ما كنت وصلت لهون. هلا هون نحن رح نوصل على الموقع اللي بنسميه سلمى. صار كل موقع حسب الممول تبعه بنسميه يعني سلمى، خلص ريفرنس انه سلمى بروجكت. وصلنا على سلمى. لما نحكينا انه نحن عم نوسع بقى على الخضرة تبع المحمية، هيدا قصدنا. جوات المحمية ما منتدخل، التدخل تبعنا هو بالبافر زون تبعنا. يوما ما رح نشوف موقع سلمى مثل غابة المحمية اللي قدامنا. لما بتشوف انه عن جد هيدي الغابة وهيدا المنظر من هون، لما بتشوف المحمية ما بتعرف شو تعبر، بتندهش وبنبسط هيك لما بيكون حدا معي ومنه عارف انه هيدي. اول شيء مفكر طالع يمكن محل ما في شجر جردة، بيطلع بنبسط عبسطه. تعرف نحن مسميين المحمية فصل الخامس لأنه عندها ميزة، عندها هيك شيء معين غير الفصول الأربعة اللي بنعرفهم. فصل خامس بحد ذاته. بشتغل بالمحمية بس كمان بذات الوقت قد ما انه انت قريبة من الطبيعة ومن الارض ومن الشجر وهيك، بس كمان عندك تحديات الشغل ككل، يعني لانه منه هيك كله بيجي على الهينة، كله بدك تشتغله وتتوصل له. المحمية هي كنز وطني، لازم كلنا نشتغل تنحافظ عليه، لأنه حماية هيدا الثروة الطبيعية ومناظرها وكل ما تحتويه هو واجب وطني وإنساني. كل واحد منا لازم يكون عنده هيدا الشعور بالانتماء لهيدي الطبيعة.